كنت شايف مباراة الهلال واتحاد جدة ازاي وتقييمك ليها، خاصة بعد النتيجة الكبيرة بفوز الهلال بنتيجة 3-1؟ طبعا الاتحاد يمر بظروف، كان عنده اصابات كثيره. طبعا المباراه بالتفاصيلها، الهلال خش المباراه بفريق متكامل متجانس، فريق بدون هزيمه تقريبا 24 مباراه، ف يعني كان عنده استراتيجيه وعنده منهجيه وفكره انه لازم يفوز في هذه المباراه، وفاز فيها الحمد لله. والاتحاد كان عنده إصابات وعنده مشاكل وعنده عدم استقرار لاعبين انت بتقول فاز فيها الحمد لله، انت مشجع للهلال؟ والله الفريق بتلعب حلو، فأنا أحب اللعب الحلو صراحة. فرقة جامدة ويعني بتشرف يشرف السعودية في المحافل الدولية، فنتمنى لها التوفيق في كل مكان. تمام. من وجهة نظرك، هل الاتحاد تعرض لظلم تحكيمي في المباراة؟ ما اعتقد، يعني ممكن يعني البلنتي مشكوك في امره، لكن في فار الايام هذه موجود، فالفار يعني دقيق وصريح يعني يوضح كل حاجه، فالقرار يرجع للحكم. لكن الكوره فيها شكك انه في لهم بلنتي، لكن هذا حال الكوره كلها اخطاء.